أنا كنت عندي هواي وخبرة في زراعة الفطر، زرعوا بالضيعة هني ناكل منه نوزع لرفقاتنا، وهي كانت الأحوال يعني كويسة. بس هلا لاقوني لجأنا له لأنه بديل عن اللحمة، يعني هلا الأسعار بالنار والناس قاعدة بلا شغل وما في أي دخل. يعني فلجأنا، قمت بزراعة الفطر هوني مشان نقتات منه يعني يوميا ناكله نحنا، نوزع نبيع قسم منه مشان المتطلبات الأخرى غير الغذاء يعني. اي والله يعني زرعت كمية بسيطة، عم ناكل منه وعم نبيع منه شوي مشان. Thank you.